طيب تعالوا بقى نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة والأخبار اللي معانا، وبكل تأكيد الخبر الأبرز والأهم هو استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والتباحث بشأن التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة. كمان من الأخبار المهمة استقبال سيادة الرئيس للفريق أول مايكل كوريلا قائد المنطقة المركزية الأمريكية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أيضا امبارح رئيس الصين شي جين بينغ استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، وخلال اللقاء أكد الرئيس الصيني دعم بلاده للجهود المصرية السعية لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية. تفاصيل أكتر وأوفى هنشوفها مع حضراتكم في استقرير الجاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. شهد اللقاء التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين. وجدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التجديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لمصر أو الأردن، محذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي. أيضاً أكد الزعيمين الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وده وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وده بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الموقف في قطاع غزة، واستعرض الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين. أيضاً تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وشدد الرئيس على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها الجسيمة على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري اللي بتقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. امبارح استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، وفي مستهل اللقاء أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ إن مصر من أكبر البلاد العربية والإسلامية والإفريقية، كما إنها أول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية اللي بتربط البلدين. وأضاف إنه على مدار 10 سنين حظيت مصر والصين بعلاقات تعاون مثمرة في إطار مشروع مبادرة الحزام والطريق. وعلى الصعيد الإقليمي أكد الرئيس الصيني اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر لحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأحداث الراهنة بالمنطقة، مشيراً إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بين الأطراف في غزة ومنع توسع دائرة الصراع الجاري، مؤكداً دعم بلاده للجهود المصرية الساعية نحو وقف التصعيد وتحقيق التهدئة ومساعيها لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية لقطاع غزة.
ومشيرا إلى أن الحل الشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة بما يضمن تحقيق التعاون والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. امبارح وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس خلال الجلسة العامة الطارئة المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على إرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر فيها المجلس عن دعمه الكامل وتأييده للرئيس السيسي والقوات المسلحة في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري. أيضاً وافق المجلس على اقتراح المستشار أحمد سعد وكيل المجلس بإرسال رسالة للاتحاد البرلماني الدولي العربي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف النواب من الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. امبارح استمر تدفق المساعدات الإنسانية الدولية عبر مطار العريش الدولي لإيصالها لقطاع غزة، وشملت مساعدات من دول روسيا، الأردن، تونس، تركيا، الإمارات، فنزويلا، اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.